اشمعنى الاجانب يعملوا ترند لنفسهم ويسموه المكرونه المقرمشه، واحنا نقلد ونجرب ونبوظ في مكرونات، واقلي يا ابني وحط في الفرن يا ابني، ودي طلعت حلوه ودي طلعت وحشه، ما نعمل احنا كمان لنفسنا ترند. كان عندي كده كيس سمبوسه ما كانش عاجبني قوي، كان بيعمل بابلز كده لما بيتقلي وتحط في الفرن، طلعته كده وقطعته شرايح بالمقص او بالسكينه مش هتفرق معاكي، وقليه قلي عادي بسيط خالص من غير اي حاجه، وطلعيه على مصفى كده عشان ينزل الزيت، وحطيت عليه توابل الشرق وملح، لو ما عنديش توابل الشرق يبقى بابريكا، توم باودر، بصل باودر، اي توابل بتحبيها. يا سلام بقى لو عندك طعم الجبنه او الاطعم اللي هي بتتحط على البطاطس دي، قلبيهم بقى وهتدوقي احلى مقرمشات ممكن تاكليها، وسهله جدا جدا على فكره. ممكن تجيبي اي نوع سمبوسه يكون رخيص خالص وتعمليه، شايفين حلو قوي قوي قوي. قدمته كمان مع صوص التوميه، الله، هعمله لكم في فيديوهات جايه، وهدخل لكم كمان السمبوسه المقرمشه دي في وصفه جايه ان شاء الله. لو عجبكم بقى الفكره اعملوا لايك للفيديو وفولو، انا بحبكم، باي باي.